هلا وحبايبي، شلونكم اليوم؟ احنا بشارع المصلحة بحي الحسين، مشروع مزاج. تعالوا نطب جوا نقعد مزاجنا. دخلنا جوا وكان الديكور كلش حلو وروعة. يختص هذا المكان بالهدوء والنظافة، وكان تعامل الكاشير جدا لطيف. كل انواع المعجنات تلقون عندهم، والحلو بالموضوع توصل لكم حارة. تعالوا نصعد للطابق الاول ونشوف الاجواء. إذا عجبك الفيديو اشتراك بالقناة حتى يوصل لك كل شيء جديد. الصالة جوا صالة عامة للشباب وللعوائل، والفوق قسم للشباب وقسم للعوائل. جمال اللوحات مطيات ديكور مختلف للمكان. حاليا احنا بالطابق الاول، ومثل ما تشوفون المكان هادئ وحلو. اجواء البلكونة مختلف، هنا صدق راح يقعد مزاجك. المنيو يحتوي على مشروبات ساخنة ومشروبات باردة بأنواعها، والفريز بأنواعه، والشاي بأنواعه. وصلنا شاي بالتفاح أخضر مثلج، وكرواسان، وكندر فريز. وأخيرا طلبنا وصل، والكرواسان هم وصلت. كندر فريز مالتهم كان طعمه كلش حلو ومميز. كرواسان بالجبن توصلكم حالا. إن شاء الله عجبكم الفيديو. أنا عبد الله الخفاجي، تحياتي لكم، تابعوا حسابي.